السلام عليكم يا جماعة الخير، معكم عادل من قناة انفينيت جيمنج، واليوم رجعنا لكم بلعبة فيجي ذا لونجست نايت. يا جماعة الخير اللي ما شاف فيديو السابق يضغط هنا، فخلونا ما نطول بالكلام ونبدأ نلعب. طيب يا جماعة الخير، في فيديو سابق وصلنا في هذا المكان بعد ما قاتلنا الزعيم، وصلنا هنا يا جماعة الخير. أما اليوم راح نلعب في منطقة سيمتري يا جماعة الخير، لأن هذا المكان في منطقة ما رحنا لها في السابق، فاليوم راح نستكشف هذا المكان يا جماعة الخير. فيس خلونا نكمل ونشوف وين يوصلنا هذا المكان يا اخوان. يا حبيبي هدي هدي، أنا بموت يا اخوان، أنا بموت. بداية حلوة ما شاء الله عليكم يا العظام، كيف كذاك تضربني وانا اقول انا ملغم والحالة طلع انا بعدني زبالة في هذه اللعبة يا اخوان؟ قسم بالله هذيل العظمان ترى ما يمسحوا، هذيل الهياكل العظمية ما يمسحوا صح. خليني اخذ خليني اهيل لان شكل الامور ما طيبة. يا حبيبي انت كيف تضربني كذا؟ لحظة انا عندك مفاجأة، عندي مفاجأة لك. المشكلة ما عندي مولوتوف يا اخوان. يا حبيبي قسم بالله هذا قوي يا اخوان، هذا قوي. كيف كامون مان يا جماعة، هذا ويش؟ ما فهمت انا. خلونا نتحرك. اتوقع يا اخوان انزل لحظات هذا الزريبة. انزين كيف يروح فوق يا اخوان؟ اوكي حلو. انزين اي راح فوق يا اخوان؟ اتوقع لانه فيزما، لانه شو يسموه هذا في الفيديوهات السابقة يا اخوان نحن ما رحنا فوق هنا. ما وصلنا فوق. اوكي. يعني في منطقة ما رحنا لها. فاتوقع الطريق بيكون من هنا يا جماعة. لكن هذيل قسم بالله هذيل العظمان ترى ما شوي يا اخوان. ايوه شي منطقة هناك يا اخوان. خليني لحظة يا جماعة. اقحم. حلو. هنا نحن ما وصلنا يا اخوان. ما جيت هذا المكان قبل انا. انا متأكد اني ما جيت هذا المكان، لكن كيف طريقته؟ انا ما فهمت. بطيح. لا انا جيت هنا. أنا جيت يا أخوان هنا جيت. يمكن ما هذا الصوب، يمكن الصوب الثاني يا أخوان، يمكن من هنا يمكن. أيوه من هنا يا أخوان، من هنا. أنا ضعت شوية ذيك الساعة. من هذا المكان يا جماعة. من هذا المكان. هلا والله، هذا كلمتهم قبل أن أتذكر. أنا جيت هنا ولكن ما كملت. الحين تذكرت، أنا جيت هذا المكان يا جماعة ولكن ما كملت. الحين تذكرت. أوكي. اعطني ال ايش اعطاني ذا؟ اعطاني طحالب. يا اسمك يا ذئب، يعني ارجوك لا تفاجئني كذا، يعني ما كنت مستعد. باغي تجيب اخوانك ما خليك. نو اخوانك فور يو. ايوه يا جماعه شوف هنا. اوكي بوفينيت ليك ماين سايتس. اوكي احنا ما رحنا هنا فوق، انا متاكد ان ما رحنا فوق. قبل ما نروح هنا فوق خلينا نشوف هذا المكان، هل في شيء هذا الصوب يعني قصدي؟ لا ما في شيء يعني؟ ما فيش حاجه يا اخوان. معناته نروح فوق، معناته نروح من هذا المكان يا جماعه. يا حبيبي انا ما خبرتك انك استعظ. انزين انت لابس نفس المزارعين، انا على بالي هم ذاك المزارعين. طلع هذا عدو. يا حبيبي لا تضرب. لا 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 ما عندي استمنه يا اخوان، انا ما عندي استمنه وما عندي اسمه ذاك هيلينج بوشن. يا اخوان هذول صاروا قوية ولا انا اللي صرت ضعيف؟ ما فهمت انا يا اخي. ضربه منهم ياخذ تقريبا 30% من طاقتي، ما ينفع ذاك. تعال تعال تعال، انا احس انا اللي صرت ضعيف. اوكي الحين لحظه قبل ما نروح هناك، قبل ما نروح فوق يا اخوان خلونا نشوف اذا كان في شيء هنا. اوكي في زينه في سيف. لا ضروري جدا.
على اساس ما نعيد. اوكي هناك في شيء اخوان، كنا في درك. اذا قبل ما نروح هناك عند صوب الدرك، هذا ارجع مره ثانيه. زين قبل ما نروح صوب الدرك يا جماعه، هنا وين في شيء؟ اكيد في شيء بيكون. لحظات، ايوه في شيء. واب، شوف شوفوا يا اخوان فوقي وش حصلت. حصلنا على الرنج يا اخوان، حصلنا على الخاتم يا جماعه. شوفوا وش فوقي، اشواك. انزل خلونا نشوف هذا نشوف هذا وين نشوف هذا الخاتم وش فائدته. هو هذا الخاتم اللي حصلناه قبل شويه. It will cause damage when you roll into an enemy. اها هذا وش فائدته؟ شو increase the potency. هذا ويش بعد؟ make one feel. هل نستخدم هذا يا جماعه؟ نقرب، راح اقرب بدل بطلع هذا. لحظات يا اخوان، ايوه لا 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 لحظات، بستخدم هذا. هذا ما بستخدمه. اوكي خلونا نقرب، خلونا نقرب هذا الخاتم. اذا كان فعال بنخليه، اذا ما فعال بنسحب عليه. زين اوكي سيبنا هنا، يعني خلاص امور طيبه. اتوقع الطريق بيكون من هنا يا جماعه، الطريق بيكون من هنا. زين هنا تحت في شيء يا اخوان. لا لا هذا وش يا الزريب، نزقني على بالي مس ما ذاك خشب انا. اوكي هنا في درك. اوكي لا 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 نزل نزل نزلي يا اخوان، هنا في شيء انا متاكد. ايوه مكان سري هذا، في هذا شيء، هذا ذهب ولا ايش؟ ما في شيء، هذا ما لقيت الا ايش هذا؟ ايش هذا؟ جماجم اكثر عن جمجمه. تعال، لا الغم عندهم اسمه ذاك، عندهم رجول بعد. اوكي ايش حصلنا؟ حصلنا خاتم ثاني يا اخوان، حصلنا خاتم ثاني يا جماعه. هذا ايش فائدته؟ هذا نفس هذا تقريبا، ايوه نفس هذا بالضبط، نفس اللي عندي، فما ما شاف فائده منه يعني. هنا كيف؟ نو سلايدنج. اوكي هذه رجعك نفس المكان يا اخوان. انزين خلونا نرجع تحت، في شيء اتوقع. لحظات يا اخوان خلونا ننزل تحت. انت موجود هنا يا حبيبي. لا 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 يا زباله، انا ما عندي هيلين بوشن، حياك انا رايح. اوكي ما برجع خلاص. هذا وش؟ كذا كذا السالفه، كان هذا الطريق مسكر يا اخوان، مسدود يعني. شوفوا شوفوا وين يرجعوكم يا جماعه، لما اسمه ذاك. هذا طلع مختصر يا اخوان، اللي فهمت انه طلع مختصر. اوكي ممتاز، صار عندنا مختصر، فهذا شيء مفيد. فالحين اتوقع نروح فوق يا اخوان، لانه ماشي طريق ثاني، ماشي غير فوق. زين اي لا 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 هذا يا قحمي قحمي. اوكي قحمي، اتوقع من هنا الطريق بيكون. ايوه الطريق بيكون من هنا، لان هذا المكان جديد ما وصلنا. احس احسنا دب دب يا حبيبي، اقول لك يا دب دب. هي شفت يا جماعه شغال شغال الخاتم. شوف لما اسمه ذاك تضرب، يعني تتشقلب يتاثر هذاك العدو. والله صراحه الخاتم مفيد يا جماعه، اتوقع مفيد، راح يفيدنا يا حبيبي. يا اسمك يا دب، ليش ماسك الغصن؟ خليه. هذا يقول انت بعدك ما شفت شيء عقب، يعني ليش ماسكنا؟ هذا شكله ما حد معطينا، ما محصل الاكل هذا. ولكن يا اخوان انا مبوت، ترى ما عندي اسمه، ما عندي ايش اسمه هذا الشيء، ما عندي هيلينج بوشن. انا ما نسيت اشتري هيلينج بوشن، نسيت اشتري هيلينج بوشن، وهذا قاسي مردغني يا حبيبي، مردغني. هذا ما يموت يا اخوان، واخيرا
يا الزريبة. وش حصلنا؟ سو بليد. حصلنا سلاح يا جماعة. أتوقع حصلنا سلاح. إيه سلاح يا جماعة. Living tool of all time farming slave. Seems like this one got cared so well. وأشوف إن الأتاك ماله ممتاز بصراحة. مش بطال يا أخوان، مش بطال هذا السلاح. هنا في شيء فوق. وش هذا؟ ما أقدر أروح فوق؟ لا ما يصير أتوقع. يعني الطريق يا جماعة، أنت شفت هذا الغصن ترى فيه عنده رأس يا أخوان. لحظات، ما أقدر أروح فوق؟ ما يصير؟ أوكي خلونا نرجع. ما رحنا هذا الصوب، خلونا نروح هذا الصوب. تعاني يا جماعه، تعالوا شويه تعالوا. انا قاعد اكلم مني اي قمقم الحين. من اللي اسمه ذاك؟ من اللي قاعد يتحكم بالارجل؟ ايش في شيء فوق هنا؟ من وش هذا اللي فوق؟ هذا كيف مات ذاك اللي فوق؟ انا ما فهمت والله. زين الحمد لله عطونا اسمه خمسه اسمه هيلينج بوشن. والله وانا كنت محتاج هيلينج بوشن، لكن هذي ترى ما يعطوك هيلينج بوشن ببلاش يا جماعه، فاكيد انتظرنا شيء مميز قدامنا. اوكي انزين، عندنا يا جماعه اكثر عن طريق. فوين نروح الحين؟ انا بدي يدور راسي وبديت اضيع ترى. خلونا ننزل. يا حبيبي شكرا 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 يا شوك. اوكي في طريق هنا يا اخوان. لا 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 لحظه لحظات يا حبي، وان باي وان. اوكي لا تجوني مع بعض. اوكي هنا ما في شيء، خلونا نركز لان احس هنا بيطلع لنا شيء كذا. يعني يا حبيبي لا استعق اسمه كسهم. أكيد 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 يا الفلاح. أنا هو إيه أنا هو. هو داير راسه وأنا تعبان. إنزين في واحد متعلق هذا قتل لك أنا قتل لك. أنت ما بلابس ما تفهم. يا أخوان أنا ما عندي لا موليتوف ولا شيء. أنا ما اشتريت شيء يا أخي، نسيت أشتري قبل ما ذاك اسمه ألعب يعني. هذا ماشي ماشي أنا ماشي ماشي عيش. لاقي استحفري. انزين هذا وين يوصلك؟ هذا المكان وين يوصلك يا اخو؟ سيكريت ترايل. سيكريت ترايل. لحظة لحظة يا حبيبي، هدي هدي هدي. انا ما فاضي الحين. اوكي هذا وين يوديك؟ شكله في شيء يا اخوان. قبل ما نروح، قبل ما ننزل هنا لحظات، هل في شيء هنا؟ انا اشوف في اشواك تحت يا اخوان. في اشواك يعني. خليني اخذ اهيل وانزل. طلعت الكلب، طلعت انت الكلب وعندك اشواك. اوكي تحت. لا 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 ما من هنا الطريق، متاكد ما من هنا. هذاك فخ يا اخوان، هذاك فخ. لا تنزلوا من هناك، اذا نزلت تموتوا. انزل اذا نزلت والله العظيم على المحض. لكن ما مشكلة يعني، حلو لو طحت كنت اتوقع كنت ما بموت، ما متأكد لكن اتوقع اني ما كنت بموت يعني. ما متأكد لكن يا خفاش قم. صار انا متواجد. يا هذا وينج اوف بات لحد الحين ما فهمت ايش فائدته. حل يمكن حل يا اخي، حل حروز يا اخوان ولا ايش؟ يمكن هذا اساسي تعمل عمايل السوداء السحر الاسود يا اخوان. اوكي خلونا نسيب يا اخوان، لان اذا ما سيبنا صعب بنعيد مسافه بعيده يا جماعه. انزين تو هنا وش صار؟ يا الزريبه لحظه يا اخوان، صح عندنا سكيل بوينت يا جماعه ما استخدمنا. خلونا نستخدم هذا. هذا ريديوس تمنا كوست، هذا صراحه مفيد يا جماعه. هذا واق مفيد. كونفيرم. انزين الحين وين بننزل؟ هل ننزل هنا في شيء يا اخوان تتوقع؟ اقرب يا اخوان، انزل هنا. كذا صار. ليش تنزل يا حبيبي؟ تنزل ليش؟ لما تنزل هناك تموت يا جماعه على كيف؟ انا ما فهمت. لحظات يا اخوان، خلونا نقرب مثلا ننزل.
كيف يا اخي كيف يا اخوان؟ اعطوني فرصة اعطوني فرصة اخر مرة بقرب. احس انك تقدر تنزل لكن ما عرفت كيف تنزل بالضبط. في طريقة يا اخوان. قدرت انزل يا جماعة قدرت انزل قدرت انزل ولكن حصلت يعني هذيلة مسموهم بطيخ ما تذاك. هذاك يفجر نفسه انتحاري. ذاك يا اخوان انتحاري. حصلنا على مسمى على لبس يا اخوان على ارمر. خلونا اسمه نشيك عليه. The thin and flattering but not very good for the defense. It was made for the only. فا يا حبيبي اذا ممكن اشوف وش الفرق. اوكي ديفنس هذا احسن زين عن مالي. ديفنس 9 هيو وهذا 25 يعطوك هيلث يا اخوان. لا هذا اكيد هذا احسن عن القديم. اوكي ممتاز يا اخوان لكن اذا لاحظتوا ترى انا ما عندي هيلين بوشن ف وهذا المكان ما يبشر ترى. هذا المكان يا اخوان ما يبشر. هذا انتحاري. شفت كيف فجر نفسه. مجنون هذاك مجنون. انزين نروح هنا. ايش هذا السلاح يا اخي؟ ابغى ذاك السلاح يا اخوان. نروح هنا بروح فوق يا حبيبي. هذا ما كول اوف ديوتي. قست تنشحني بالرشاش. ما قست تنشح. ما لا قست تنشح. تبي فجر نفسه زبال هذاك. انت رجعت مره ثانيه. هذا اسميه ابو ايد برع بالدم يا اخوان متبرع. اما هذا ما فهمت لحد الحين ليش معلق كذاك بس كذا يعني على القبه بلاش بس. لكن لقطات يا اخوان خلونا نستكشف المكان زين. يمكن مخبين شيء من الاسلحه. في سلاح يا اخوان. انزين في سلاح هو فأس يعني. هذاك السلاح يا جماعة أقوى سلاح في هذه اللعبة. إذا حصلته خلاص أمورك طيبة يا جماعة. لأن ذاك السلاح تعرف إيش فائدته يا جماعة؟ يعني تعرف إيش ميزته قصدي؟ لما تضرب زين لما تضرب هذا العدو يرجع الهيلث مالك يا إخوان. تخيل أنت بس مثلا هو قصة أضرب هذا صح؟ أنا ما بشرح خلاص. أنا ما بشرح. شبعني ضرب. من هو؟ والله ما أسألك سالفة أنا. غيب غيب غيب. انزين يا اخوان خلينا اكمل الشرح مالي. اوكي لما تضربه العدو انزين كل ما تضربه كل ما يرجع الهيلث مالك. تخيل انت بس. فهذا السلاح يعتبر فتاك يا اخوان. هذا الميزه ميزه قويه جدا. يعني تخيل تضرب العدو انزين تضرب العدو مثل قص تضرب هذا الحين قص ضربه 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 كذاك على طول الهيلث مالك يرجع. ممتاز جدا يا اخوان ممتاز جدا. لكن لحد الحين ما عرفت وين احصل هذاك الفاس اللي سمعته انه موجود. يعني لازم مخبيني على المكان هذاك السلاح لان هذاك السلاح يعتبر اظني اتوقع اقوى سلاح في هذه اللعبه. يمكن اقوى سلاح لكن ما اقوى سلاح يمكن يعني في الدمج يمكن بس في هذاك الميزه اللي انه يعطيك هيلث يا جماعه اتوقع. زين انا اذا فوقته كيف اروح فوق؟ يا جماعة ده ممكن نزلوا لي درج ولا شيء. طيب انا كيف بروح فوق؟ لحظات بكيكم. ما رحنا هنا. الطريق من هنا طلع. انتوا ما تقولوا لي ان الطريق من هنا. لا 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 تعقد لا تعقد دمان لا ترش دمان. ايوه كذا عسى يكون هذا الشيست اللي موجود هنا يكون هو. حصلنا على جلافز يا جماعه. حصلنا على قفازات. اوكي خلينا نشوف هذا. انا عندي 3 قفازات نشوف وين احسن واحد. 3 ديفنس بويز 25 5 ثروينج 20 ايتم دروب هيلث 15. اوكي اتوقع الجديد احسن واحد بفارق بسيط يا جماعه. انزين فوق في شيء يا اخوان لكن ما اتوقع بقدر اوصل لانه بعيد. شكله من هنا الطريق بيكون صح؟ ايوه من هنا. ابلع ابلع. وش ذا بروكن دريب بوتل؟
في أشياء في هذا اللعب يا أخوان أنا ما فهمت بالضبط وإيش فادتهم. يعطوك أشياء كذا ما تفهم. هذا كيف مات؟ ما مشكلة. هذا انتحاري الانتحاري من كذاك يموت كذاك فجأة بس. خصف هذا الولد والله. تعال يا ولد تعال. شوف انت شوف راسك كيف كبير. راسك كبير يا اخوان. هيومن فلاي هايبرد سبيس مان. لحظات ايش هذا اللي يعطوني؟ ايش هذا اللي يعطوني؟ وين هذا وينه؟ هو ذا. Can be used to decorate your room. انت خسف ولا ويش؟ انا اذا بغيت زي غرفتك بذاك اللي اسمه الدميه. هذا كان موجود من اول يعني؟ زين. انا يا جماعه تقول شويه بس شويه داير راسي. هذا ويش؟ هيلينج بوشن، ممتاز. محتاج هيلينج بوشن. اوكي، لا 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 ما اوكي، ما هو هذا المكان اللي كنت اقصد انا. هذا مكان ثاني. لحظات. ويش هناك؟ في شيء؟ والله زين انك ضربت قسم بالله، انا ما عندي خبر انه في اسمه ذاك. في غرفة سرية يا جماعة. لو هذاك ما ضرب انا ما كنت عندي خبر يعني انه في غرفة هنا. ولكن حصلنا بس جولد يا جماعة، ما كان في شيء مميز. نروح هنا عن كمان. شفت يا جماعة ذاك اللي في اسمه اللي طلع قبل شوي في اللودينج؟ هذاك الفأس، هو ذاك الفأس اللي اتكلم عنه. لحظة 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 يا مسمك، انا اذا مت يا اخوان برجع من مسافة بعيدة يا اخوان. من زين؟ شفت ذاك اللي اسمه اللي طلع صورة في اللودينج مع السلاح؟ هو ذاك الفأس اللي اتكلم عنه يا جماعة. هو ذاك الفأس. فعسى نحصل ذاك السلاح، عسى. ابلع ابلع يا حبيبي. نام 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 يا حبيبي. هذا الولد هذا قن 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 يا حمار انت. وزين تلفلت. لما تتلفل يا جماعه في هذه اللعبه انزين يعني يرجع لك فل هيلث. هذا كيف انا اسمه كيف كذاك؟ لاني مت، لاني هذه اللعبه يا اخوان، هذه اللعبة إذا ما اسمه إذا ما تسيف كل شيء يرجع من أول. لحظة 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 لحظة، هذا أتوقع صار خبصة هنا. لحظات يا جماعة، أتوقع حتى اللبس. أيوه هذيك الساعة لما مت أنا ما شليت ذاك اللبس اللي موجود هناك يا جماعة. الله أكبر على هذه اللعبة، ممتاز جدا. هذا الكلب يا الكلب، هذا ممر. انزل ايوه انزل انزل تحت. هذا المكان يدور راس يا اخوان، انا ما اعرف وين قاعد اروح. بلاج شارد. اوكي انا قاعد اروح صحته كذا يا جماعه. انا قاعد ادور على اللي اسمه السيف، لان اذا مت بعيده عند ذلك عن بدايه هذا المنطقه يا اخوان. شيء مقول. هذا مختصر، هذا مختصر يا جماعة، هذا مختصر. ترى يعني معناته انه ما في مكان شيء، يعني ما في شيء هنا خلاص ولا كيف؟ ترى ما فهمت وين روح. هنا ترجع صح، هنا ترجع يا جماعة. فأتوقع طريق ما من هنا بيكون من هناك يا جماعة. أتوقع طريق بيكون من هنا. يا خفاش ناموا ناموا. لحظة 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 يا لحظة. ايه شي شي زين، الحمد لله ان حصلنا على اسمه، حصلنا على هذا الشيء شو يسموه هذا السيف. تعال تعال تعال. لا لا كنت بطيح. اوكي هذا السيف. اوكي انا نزلت من هنا ترى. طلع هذا المكان. اوكي اوكي خلونا نسيف يا جماعة، خلونا نسيف. ويفضل ننهي هذا الفيديو في هذا المكان جماعة الخير، وإن شاء الله في الفيديو القادم راح نكمل المكان اللي وصلنا فيه في هذا الحلقة جماعة. فادعمونا باللايك وشير الاشتراك يا جماعة. كان معكم عادل من قناة انفين جيمنج، ملتقانا في الفيديو القادم. سلام.